وسهلا، يسعد اوقاتك. اهلين، هلا، تفضلوا. شكرا. وسهلا، كيفك؟ تمام. غير شكل الحاره، ونحن اكيد اكيد هيك الزينه معبيه الحاره. حلو السنه هيك الاجواء بشكل عام. ان شاء الله يا رب هيك. اكيد هالسنه هيك العيد غير والفرحه غير. اكيد ان شاء الله هيك اوقات نهايه الحرب دائما خير. يعني نحن اليوم بدنا نقول يسعد اوقات كل مشاهدي الاخباريه السوريه يلي مرافقينا وعم بيتابعوا معنا. نحن موجودين باحد بيوت الشام القديمه. هي البيوت يلي عانت كثير خلال فتره الحرب، دائما كان في هون استهداف لروح المدينه القديمه من خلال قذائف الحقد الارهابيه، لكن هالبيوت صمد بفضل أكيد الجيشنا وأكيد بفضل تضحيات الناس وأهالي هالمنطقة والروح اللي موجودة بالشام القديمة. نحن عم نشارككم بزمن الأعياد، زمن الميلاد ورأس السنة. رح نكون مع حكاية من بيت سوري عن تجهيزات الاستقبال هذا الشهر المميز بالشام القديمة وبسوريا بشكل عام. يمكن رح نحكي عن لمسة كمان أنثوية داخل بيت دافي وحلو لساته محافظ على قيم الميلاد المجيد. يسعد اوقاتك عن جديد. اهلا وسهلا فيكم وبرحب فيكم الإخبارية السورية. شكرا لك انك استضفتينا بقلب بيتك لنشاركك. يمكن فيكم بيتكم بيت عن جد اول ما بفوت الواحد هيك بحس بدفى هذا البيت بالروح الحلوه اللي فيه. تسلم. يمكن لانه اغلب مثل ما نحن شايفين اغلب شيء الموجود هو كلياته صنع ايديكم. اكيد اكيد زينه كلها شغلنا. اي واكيد الاولاد بيساعدوني وهيك لنعيش هذا الجو. اكيد واكيد هالسنه غير، يعني بفضل الجيش اللي خلانا نقدر يعني نخلص من القذائف ومن الحرب. هي المنطقه كثير عانت خلال فتره تمام. الحرب ومن القذائف من الارهاب. هالسنه كثير عم نعيش جو الميلاد غير. اكيد منه فرحة انتصار سوريا على الإرهاب وكمان فرحة الميلاد. أكيد هي هو فرحة هو عيد السلام. وأهلا وسهلا فيكم. يعني كل سنة أكيد أنتوا في بتزينوا نفس الزينة، بتعملوا شيء خاص، وهذا الشيء له خصوصية ببيت كل سوري إنه لازم تكون الزينة فيها شيء من مشاركة طبعاً. إما مثلاً بالتزيين أو مثل ما نحن شايفين حضرتك بتتميزي إنه أنت بتعملي زينة خاصة. أكيد. للميلاد ورأس السنة. أكيد. شو اللي اختلف عليكي؟ هل يمكن فينا نقول يمكن حتى خف قطع الكهرباء، خف التقنين، صارت طبعاً. مظاهر الاحتفال حتى مختلفة، رجعنا نشوف الشام القديمة من أول الطريق لآخره مزينة كلياتها. كل شيء اختلف هاي السنة. العالم كان هيك صارت مرتاحة، صارت بتحب تعيش، ترجع تعيش هذا الجو مثل ما كان من قبل الحرب. وأكيد كل سنة دائما اللي بيزين وبيشتغل بيحب يعمل شيء جديد ويبتكر شيء جديد لحتى يجدد زينة بيته. وهلا اكيد المظاهر كلها هيك عم تتجدد، الريسيتالات اللي زادت واللي عم نشهدها هلا بالكنايس. ان شاء الله على طول صوت الفرح. ان شاء الله هو يا رب. صوت السلام يا نحن رب. رح نبلش معك ومع حضرتك نفرجي مشاهدينا بعض الزينه اللي موجوده عندك بالبيت واللي حضرتك بتعمليها. فينا نعزبك توقفي ونوقف سوا ونشتغل. يلا. هلا بدايه نحن شايفين هون على الطاوله قصص كثيره، ممكن هي تكون موجوده بكل بيت. أكيد. نبلش بس نحكي شو اللي موجود هون وكيف كل شغله بتنعمل. هلا نحن هلا اكثر شيء بتعرفي بالميلاد نحن من الضيافه، كل حدا بيجي بيعايد قرايبينه واصدقائه وكذا، فهو الضيافه هي اللي بتكون تتميز احيانا بزينه مميزه وخصوصي الشوكولا. المشروب اللي بيتضيف كمان بالميلاد بالعيد. فهيك مثلا ببساطه مثلا بنقدر نعمل زينه للقنينه مثلا مشان هيك تكون لابسه مثل اواعي بابا نويل. هي ومنقدر نزين كمان. هلا بما انه حكيتي عن هي الزينه وهي يمكن بدها بس شغلات بسيطه. هلا انا محضره رح ساعدك. انا وين في تمام
جاهزة أكيد. يبان رح أرفع لك إياها إذا بدك على الطاولة مشان تاخدي راحتك. مرسي. هي حلاوة العيد بالمشاركة. مشاركة. هلا نحن مثل ما شايفين هي بتيجي كمان انت عملتيها صح؟ هي شمع هي لا من من معمل ايه هي ايه شمع ايه ونحن بنقدر نزينها. هاي ممكن تكون جاهزه موجوده بالسوق؟ لا هي انا البابيونه شغلتها من ريبون من ريبون معين نقدر نحط لها بنقدر نحط لها زينه. تمام زي زيناها هيك نتركها شوي لحتى هي لازم بس لا يبرد السيليكون عليها لانه هو الشمع شوي حساس. يعني مثل ما شايفين هنن في اكثر من طريقه يعني مثل هذا القماش اللي هو يمكن بسموه قماش اللباد. اللباد تمام هذا كثير سهل بالزينه وبيعطي وشغل بيعطي تقل تمام وفينا نزيد عليه الفرو. وهذا كمان ريبون مثلا بنحط مندخل هون شفتي رمز للشجره تمام ومنزينها بحبال هيك. هي كلها قطع سهلة بس طبعا. حلاوتها انه الواحد لما بيشوفها بتعطي هي الإيحاء انه انا عامل شيء انا مساويه. هي يمكن بتميز كل هدول القطع غير ما انا اروح اشتري قطعة وحطها بقلب البيت. اكيد تمام. شغلي هلا رح نحكي عن شيء اللي كل العالم تتوجه له بالعيد اللي هو الشوكولا. فمنحاول يا منزين الشوكولاتة يعني حسب كمان الطلب بجوز يكون في قلنا شوكولا مثلا او لا منزين بس الصينيه اللي ممكن نضيف فيها الشوكولا ومنصفهم نعملها صفه تمام. يعني طرق متعدده وبسيطه ايه. بنقدر نحن من خلالها نعمل جو مختلف وشي حلو بقلب اكيد هو اللونين هيك المميزين بعيد الميلاد هو الاحمر والاخضر. الاحمر والاخضر الاحمر والاخضر اي فدايما هيك بيكونوا مميزين بالعيد. وفي قدامي شجرة حلوة هي الشجرة شغلي أنا حاولت أشتغلها. هلأ المميز فيها هي أكثر شيء الهدايا الهدايا لأولاد صغار إنه هي الزينة تبعها بتكون شوكولا بيقدروا يقطفوا الشوكولا. ما أنا مشان هيك عم قول شجرة حلوة شجرة كلها حلوة كلها حلو. طيب هي كيف طريقتها فينا نعمل شيء؟ أكيد أنت يمكن نبلش بجزء تمام بلش فيها مثلا هلأ منوصي شوكولا معينة بحجب معين مشان تكون سهلة الفك من على الشجرة كمان لما الولد بده ياخدها طيب أنا فيني أجرب واحدة مشان أكيد. نعرف يلا. إذا هي فعلا تفضلي. سهلة أو لا مو مشان أكلها لا أبدا لا. مشان بدك تضلك بس هيك بس أيوة. وبكبس تمام بس لين يبرد شوي السيليكون أكيد تمام للمشاهدين والضياء لك هي انا اللي حطها هي كمان سهله كمان اعملي وحده ثانيه كمان رح اضرب الماء ان شاء الله هي بس نقطه سيليكون وبدنا نحط ونضغط مكان ما بنحطها اكيد قلقت لا قلقت شفتي حلوة. وفكرة هي يعني فكرة بسيطة بس تمام تعمل شكل لأنه مختلف يعني هي رمز من رموز أعياد الميلاد تتواجد بكل بيت بعيد الميلاد فهي منه حجمها صغير بتتضيف للولاد أو فين ناخذ هدية للولاد هدية تماما بدل ما نهدي شوكولا هيك نهدي الشجرة معلقة عليها الشوكولا ايوه كمان عم نشوف هلا هدول شمع كمان ايه. نحكي عن يعني هذا الشيء صرنا عم نشهده هلا بهي الفتره تمام مو بس بالبيوت صرنا صح. عم نشوف يعني حضرتك من اللي بيشاركوا ببازارات بهي الزينه صرنا أكيد. عم نشوف كل بيت موجود فيه قطعه. نقلتوا هي الروح لبرا صح. نحكي عن هذا الشيء البازارات اللي شاركتوا فيها أكيد. وقد ايه كمان فتحت مجال لترجع تنشط السيدات يعملوا شيء تربوا عليه من زمان ينقلوه للصبايا او حتى في ناس بيعتبروها مصدر كان رزق خلال أكيد. فتره هاي الحرب تساعد بيتها بتساعد جوزها صح. قد ايه ممكن نحكي عن هالشيء اكيد كمان. اكيد هلا دائما بفتره الاعياد بشكل عام كان عيد الكبير او عيد الفطر او عيد الاضحى او عيد الميلاد بنعمل بازارات. هي البازارات بتكون هي نوع من انواع الدعم للناس اللي بتشتغل اشياء بايدها
يعني إن كان حلو، إن كان زينة، إن كان شمع، إن كان تزيين لأي شيء ممكن حدا يشتغله بإيديه، كتير ساعدت عيال كانت هلأ شفتي خلال الحرب ما عاد في معيل، كان بأغلب العيال كلهم بالجيش وولادة بالجيش أو اللي استشهدوا هاي. فنحن كتير بالبازارات منحب نشارك النساء اللي عن جد عندها شغل يدوي، مربيات حلو، كتير هدول منشوفهم خلال كانت وما وقفنا بازارات تماما. خلال الحرب اكيد كانت دائما عم تكون البازارات موجوده وحاضره. ايه اكيد ولازم كمان ننوه انه هي ما بس عم بتساعد نفسها، يعني أكيد. هذا نحن دائما بنقول بازار خيري، فالخير بيعم على الكل، يعني نحن كل يمكن بازار حتى كنا عبر هاي السنوات عم نرصد معكم، كل بازار عم بيروح ريعه كمان لجمعيات أكيد. خيرية أكيد. لناس متضررة من الحرب، صح. فهي روح المشاركة صح. قديش بتقوى بزمن الأعياد أكيد كمان. أكيد بتقوي الجميع، وأكيد كان في كمان طاولات مشاركين بالبازارات، طاولات لجمعيات هن بيشتغلوا أشياء كمان بإيدهم وبيعرضوها على الطاولة كمان على طاولة البازار لحتى تنباع ويكون ريع على هاي الجمعية. فهيك هدول يعني كمان هلا نحن حكينا يمكن عن الشمع، ممكن الواحد يجيبه جاهز اكيد الشمع، وكمان بدنا ننوه انه هدول الشموع الموجودين ببيت حضرتك هنا كمان شغل سيده هن شغل سيده أكيد. انت يمكن عامله اضافات عليها، تمام، اضافات خاصه زينه بسيطه، بس هي شغلهم هن، حتى بيحاولوا كل سنه يعملوا شيء جديد، موديلات جديده للعيال. يعني ما بعرف اذا مبينه هي ضياء بابا نويل قد ايه حلوه هي شمعتين بس، واحده حمراء وواحده بيضاء واضافات بسيطه بيطلع عليها طلع بابا نويل. ايه يعني قطعه بتزين البيت، بس انا بقول لا اكيد ما رح نضويها خليها شمد اكيد هي، لانه كمان بالميلاد هي الشمعه هي رمز طبعا، رمز للنور اللي حملوا معه، والسنه اللي فينا نقول عم تتجسد روح الميلاد ورموزه واضحه بالشام القديمه، السلام ونور والخير كلياته متجسد هلا عم نشوفه بهذا الوقت. هلا كمان رح نذكر انه حتى المغاره كل بيت بيكون فيه مغاره اكيد انتو هي رمز الميلاد. شو بتحاولي ممكن تعملي شيء خاص بتزيدي مغارة عندك بالبيت لحتى يضل هيك شيء طابع، لأنه كل سنة بنعملها بشكل معين. أحيانا ممكن نعملها من الورق بس ما يكون في خشب. هلأ هي كمان كانت شغلنا كمان أنا والولاد تساعدنا هاد كان فيها لحتى عليه الولاد بيساعدوكي أكيد، وهن زينة الشجرة هن كمان الشجرة. زينوها أكيد هي، وهذا فرح الميلاد، هو فرحهم، فرح الأولاد. بتحسي صحيح هو مو بابا نويل بس هو رمز العيد، لأنه في مظاهر صارت تنتقل إنه بابا نويل هو كان رمز للعيد، لا أبداً، هو ميلاد ملك السلام أكيد اللي حامل معه السلام والفرح للكل، فبينبسطوا كتير بالزينة وبهدايا اللي بتجيهم بالعيد، بس بنلاقي فرحتهم أكبر لما عن جد بيزينوا المغارة والشجرة. يعني كمان بنعرف أولاد حضرتك كمان يمكن بيروحوا بيعملوا شيء له علاقة بالريستالات وبالموسيقى بهي التدريبات. اليوم نحن عم نحكي بهذا الوقت إنه أم عم تبعت أولادها 7 سنين ما وقفتوا طبعا، أكيد كانوا عم يروحوا يتدربوا ويغنوا أكيد. ويشاركوا قدامهم اليوم نقول لكل البيوت يمكن اللي عم يتفرجوا علينا وعم بيشاركونا بهي الزيارة إنه الأمل دائماً أكيد. بيولد بالنهاية فرح، بيولد غاية، وقد مهم يمكن كان دور الأم السورية بأنها ساعدت كتير لحتى وصلنا لهي المرحلة. أكيد هن كانوا عم بيروحوا دائماً على الكورال، كانوا عم يغنوا بالحرب لسوريا، أغلب ريستالاتنا كانت لسوريا، كانت للسلام، كانت بتمس هيك جواتهم إنه هن عم يعملوا شيء، صحيح هن أطفال بس كانوا عم يعملوا شيء ليوصلوا صوتهم، ليوصلوا كلمتهم إنه هن بدهم السلام بس.
وما بدون الحرب. وهذا هيك كان رسالة يمكن أدوها هن كأولاد صغار، كانوا عم بيروحوا ليتلقوا الموسيقى لحكة يهربوا من أصوات القذائف والحرب، وهيك يسمعوا أصوات موسيقى، أصوات حلوة. وبالفعل كان يمكن صوتهم أقوى من صوت أكيد من بالفعل صوت الحرب. يعني أنا بدي اليوم تشكرك مدام ماري على استضافتك لنا مرة تانية، وأنه شاركتينا شوي من فرحة الميلاد ورأس السنة. نحن موجودين ببيت سوري، حاولنا ننقل لكم شوي من هاي الفرحة، شوي من تفاصيل ما زالت يمكن مدام ماري مثل كل ست موجودة هون بالشام القديمة عم تحاول تحافظ على هذا الشيء بقلب بيتها. بدي أشكرك مرة تانية. كل سنة وأنتوا سالمين. كل سنة وأنتي سالمة. شكراً لك. وشكراً لكم. شكراً لوجودكم معنا ولتخطيطكم لفرح الميلاد بالشام. شكراً لكم. شكراً لك. ولهون بكون خلصت زيارتنا لليوم. إن شاء الله نكون قدرنا ننقلكم شوي من هالدفى اللي عشناه بقلب هذا البيت مع سيدة سورية عن جد يمكن عم تحافظ على قيم الميلاد وروح الميلاد بقلب بيتها. وكل عام وأنتم بخير. باي باي.